مشاهدي القناة الإخبارية، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج 24 ساعة. 24 ساعة الذي يحاول دائما أن يسلط الضوء ويدخل إلى عالم الاستثمارات في كل المجالات التي تخص الاقتصاد الوطني. أنا واش نقول لكم، بقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. تحتل دائما ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى في جني الزيتون، ومن خلال عدد أشجار الزيتون المزروعة في أعالي جبال تيزي وزو. دور المرأة في هذا المجال مهم جدا من خلال مساهمتها الفعالة في إنتاج وجني هذه المادة الفعالة، الزيت، زيت الزيتون. في هذا الروبوتاج الذي قام به زميلنا جميل عربيد سنتعرف عن عملية جني الزيتون وإنتاج زيت الزيتون في تيزي وزو. تابعوا. تتميز ولاية تيزي وزو بتضاريسها المميزة، إذ يغلب عليها الطابع الجبلي، ما جعل الأهالي والسكان بها يركزون نشاطاتهم الفلاحية على بعض الشعب التي تتلائم وطبيعة هذه التضاريس. تعد شعبة الزيتون من النشاطات الفلاحية التي تشتهر بها ولاية تيزي وزو، بل أنها تعدت كونها مجرد نشاط فلاحي، بل هي ثروة وتراث تحافظ عليها العائلات كبيرها وصغيرها، رجالها ونساؤها. قرأت زغار، زغار بدا جهة بوزقان، قرأت نقضى زمور الوقت، وقت زمور الوقت ويزيا تقرأتي وزي قرأت الخارات، لكن من لا لن دي عنا القلنية القاسة لقلنة الخارات كوني وعن الوقت وزمور تفغانا كل غاشية ماتشيري الخارات كان سيغات تتصفي سيني أتفني بيران وحزيس سيني لقلنة وحزيس سيني يجين الزمور وحزيس كل يوزة شو شورا نخدم ما تمديت بس لقضى زمور هاطرق ليت الزير باكل بمزور هيا لا لا يا 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 لا لا المرأة تساهم كما يقولوا في جني وجمع الزيتون، يعني هي اللي تخدم العملية كما يقولوا لغود جي ترافاي يديرو هنسا كما نشوفوا هنا اليوم. أنا في منطقة بوزقان وين هاد سنة ونا يون دوموند دو لابيليزاسيون تاع الزيت تاع أشبال لي نتغوبري، وبيانتو إن شاء الله نكملوا مع منطقة معتقة، يعني زوج منطقات في الولاية اللي معروفين بإنتاج الزيتون. تقدر المساحة الإجمالية ب 38.650 هكتار، المساحة المنتجة ب 33.512 هكتار. يعني مهمتنا كمديرية مصالح الفلاحية هي توعية وتحسيس الفلاحين لاتباع الأساليب اللائقة في جني وجمع الزيتون. هيا زرزور تبعي البابور ناسي وشو يغره يا
حنايا الزيتون سي ان باتريمون، قبل ما يكون شي فيليا ولا منتوج هو سي ان باتريمون في تيزي وزو، يعني يهمهم هذا الامر. وكما شفنا النساء تساهم بالبزاف في جني وجمع الزيتون، لهذا كما يقولون نخدموا بزاف مع المرأة الريفية، مع لي زاسوسياسيون دو فام غورال، ونفهم لهم كيفاش لازم يجمعوا ويخدموا الفيرجي تاعهم. ومام بور سكي دو لا فالوريزاسيون دي سو برودوي نديروا لهم دي فورماسيون كيفاش يديروا صافون ارتيزانال بزيت ديكلاسي. دونك رانا مع من ننسى نديروا لهم ايام تحسيسيه كما يقولوا باش يديروا منتوج كما يقولوا وفقا للمواصفات العالميه. تركنا النسوة يتناولن غذاءهن البسيط المكون مما تجود به الطبيعة هنا، ووصلنا المسير لتتبع مراحل الزيتون في إنتاجه، والمرحلة المقبلة حتما ستكون المعصر. نحن هنا ببلدية بوزغن التي تعد من أكثر المناطق علوا بولاية تيزي وزو، وبالتالي فدرجة الحرارة بها متدنية جدا. رغم برودة الطقس بالمنطقة، تفضل بعض النسوة ممارسة عملية طحن وعصر الزيتون بهذه المعصرة العتيقة بالهواء الطلق التي تعتمد على العجلة الحجرية يقوم الحمار بتدويرها. التمر في النار، التمر في القبائل، نسعى نطص الزمور، نحمجيث، نخدميث قوج النار، نكيو ثمن كخس كمشطوحة، حمجة ثمر في جيد جدي زمور، يجي يدجمج كيخدم هاد فرسخ تسرق ضافيد وزمغه وكل قيمه تروح غير تروح غافيد القضا حمجه مليح مليح ها خسد فك ضحى وكنت نتفاسا غنطيغ وكما ربيا نتفاسا صافي ما حمجه غافيد داوي كات عشيره تك غير مؤمنين انت بغيتي دير داك الزافي ثقل معي صال القفاير الجذوذ تدي جان ماشي نا نتروحو داغورس النزاف فافل معين صرايا كيا نزل ذيك الحق انت ذيا وين الحقيس نكون انا وين حقنا. رغم صعوبة المهمة التي تستغرق وقتا طويلا، إلا أن النسوة هنا يجدن متعة وراحة لا مثيل لهما في ممارسة هذه الحرفة، وهم يرددون الأغاني والأشعار القبائلية التي تتغنى بهذا الإرث العريق. حب أهالي المنطقة لهذه الطريقة القديمة في عصر الزيتون التي بدأت في الزوال شيئا فشيئا بظهور المعاصر الحديثة يجعلهم يتجمهرون أمامها في كل مرة للاستمتاع بها وتجاذب أطراف حديث الذكريات والحنين لأيام الزمن الجميل. جنتي دي مزبوره فام غارتي وكتشم دوك مدني فرانيني داخلين حتى الدار حتى توثرينا وكتروحوا دوك الزاتن دون ديال كيز نخدمن ورجعنا ثنيا تعاون ميا دخلت قوان ساعات مغارتي وقسمي الساعه 18 السنه غامي دسمي 80 السنه غتموت الا تخدمي 6 شهور نلا كنتي دي عشناك يساهي نتاع 30 سنه نتبعكني. Thank you.
أهل المنطقة رجالهم ونساؤهم لهذا الموروث جعلهم لا يدخرون جهدا في سبيل خدمته، وجعلنا نقف مذهولين أمام إصرار هذه العجوز في مجابهة الزمن، وهي تستجمع ما بقي لديها من قوى لاستخلاص أجود أنواع السيود. الوجهة هذه المرة إلى المنيعة، حيث سنتعرف على الاستثمار الفلاحي، خاصة تربية الأغنام والأبقار بعيدا عن تربية الإبل التي اشتهرت بها المنطقة. الروبورتاج لجميل عربي دائما، ابقوا معنا. هذا الإخدرار المترامي على مد البصر ليس بسهل المتيجة ولا مطمورة الصيف ولا بسهول الشمال الجزائري، بل هو من قلب الصحراء الجزائرية. نالت المنيعة شهرة واسعة في القطاع الفلاحي، حيث ارتكزت الجهود بها لإنجاح عملية استصلاح الأراضي وتخصيبها. بقيت المنيعة وفية لشعبة التمور التي تعد أصل النشاطات الفلاحية بالمنطقة، من خلال عملية تجديد هذه الثروة من جهة وإنشاء مستثمرات جديدة من جهة أخرى. جهود حثيثة تبذلها المصالح المعنية من حيث توفير متطلبات هذه الشعبة الفلاحية التي تستهوي المستثمرين الفلاحيين لخوض تجارب في هذا المجال. تعد تربية الحيوانات من بين الشعب الفلاحية التي عرفت انتشارا واسعا بالمنيعة من خلال توجه عديد الفلاحين إليها. تربية الحيوانات بالمنيعة لا تقتصر فقط على تربية الإبل، بل تعدد ذلك إلى تربية الأغنام أيضا. الصحراء دي صعيبة تاع الغنم، وانا بنا بارلا فورس دي شوز راني دايرها وخدم موجد لها ماكلتها. خد الغنم تبغي تسرح وكيما الشمال، ما هنا الصحراء تشوف فيها جد ما فيها والو، راني موجد لها ماكلتها وصارنا نربو فيها كيما احسن ما يرام. توفير الشعير والأعلاف يعد من المتطلبات الأساسية لنجاح هذه الشعبة، وهو ما تعكف عليه الجهات المعنية لضمان الكميات اللازمة من هذه المواد. تعدنا حنا دايرين لها هي واش تساعدنا، مش حنا ساعدنا، حنا رانا دايرين لها اللازم تاعها، الخضر دايرين لها الخضر،
دار لها التمن، دار لها الشعير، دار لها كل ما يلزمها، دار لها لونسيلاج، كل اللي لازمها راه ندير لها. يا با دريزون بلي ما يساعدهاش هذا الشيء، ما يساعدهاش هذا الشيء. الحمد لله راه في حسن المعيرام، راه اكتفاء الذاتي تاع العيد وتاع المكلكه تاع الوسمه راه رانا قريب نكفوها ان شاء الله. تهدف المنيعة إلى خلق حوض كبير للحليب في المنطقة من أجل تغطية الطلب على هذه المادة في الجنوب وإنجاز وحدات لإنتاج الحليب الطازج وتوزيعه بولايات أقصى الجنوب. درنا تجربة ودرنا عزيمة والحمد لله شوف ذي زار كما هكا شوف الله يبارك شوف البقرة هالواسمة كلش را عندي البيروش راك شوف فيهم بينوار الحليب بتاع الحليب والبيروش فيها الحليب واللحم هذا ما كان اللي يصلحوا لنا هنا في الصحراء ورا الحليب راه داير نحاول برانا دايرين درك راني اكتفاء الذاتي في المنيعه داري كان يجيبوه من غردايه لو ما كانش من غردايه ما كان درك الحمد لله راه اكتفاء الذاتي ورا بالعقل نزيد نطوروا نزيدوا باش نديروا اللي ديري فيه. بدأت بوادر هذا التوجه في الظهور شيئا فشيئا من خلال تسهيل عملية تربية الأبقار الحلوب وإنجاز وحدات لبسترة الحليب ومشتقاته إضافة إلى إنشاء منطقة مراعي في جنوب المدينة. من تيزي وزو إلى المنيعة إلى العاصمة، هذه المرة سنتعرف على استثمار الفلاحي هنا في العاصمة من خلال المشاتل المنتشرة بكثرة في هذه المدينة والتي تنتج العديد من المنتجات الفلاحية التي توجه للاستهلاك. في هذا الريبورتاج سنتعرف أكثر على هذا المجال في الاقتصاد الوطني، تابعونا. غرب الجزائر العاصمة يضم عددا كبيرا من المشاتل التي تعمل على إنتاج الخضروات. تعتمد هذه المشاتل على أعلى التقنيات في العملية الإنتاجية. منتجات متنوعة تنمو هنا ويسهر أصحابها على أن تكون بمقاييس عالمية للحفاظ على جودة ونوعية المنتوج الزراعي بها. من هنا يبدأ مسار الشتلة إلى أن تصل إلى البيوت البلاستيكية المهيئة خصيصا لكل نوع من الأنواع الزراعية. هنا رانا في المشتالة في البيت البلاستيكي هذا ميلتي شابيل، هنا سبيسيال غير المشتالة نخدموا لي بلون ماريشي، اوني سبيسياليست في الكريفاج في التطعيم. كيما في هاد لا بيريود عندنا في الدلاع في البطيخ في الطماطم في الفلفل، ونخدموا لي بلون ماريشي للفلاحين، نديروا دي كوموند عند فلاحين يجيبونا لا سيمونس
وحنا نوجدوا لهم نديروا للفاج. يعمل بهذه المشتلة العديد من المهندسين المختصين في المجال الزراعي، ويسهرون على مراقبة ومتابعة الشتلات إلى آخر دقيقة من عملية النمو. هكذا يبدو الشكل النهائي للمنتوج بعد المرور بمراحل مراقبة جادة من المستثمر. هذه الطماطم تزود بها أسواق ولاية الجزائر وكذلك أسواق الولايات الأخرى. ما يلفت الانتباه هو نوعية البيوت البلاستيكية التي تزرع بها الشتلات، فهي مزودة بأنظمة تقنية حديثة تمكن المستثمر من الحصول على المنتوج الذي يرغب به والاعتماد على مهندسين أكفاء. سي دي ساغ هادو ميلتي شابيل، حنا سموها سي الزراعة المحمية. علاش نديرو هكذا؟ سورتو في هاد لا بيريود المواد مواد جانفي انا في الشتاء، دونك هاد لي طوماط ما يقدروش يندارو برا، دونك حنايا سي دي سيغ باش نحميوهم باش نوفروا لهم درجه الحراره الملائمه والهوميديتي اللي تخلي هاد لو بلون يطلع. يدوز الانجينيور بون راهو يفيريفي على شاك فوا في لو بلان، راهو يسويفي فيه، يتحكم تجي الفتاه ولا الطفله العامله تحكم لو بلان باغ اكزومبل، تنقيه تنحي له لي موفيز هيرب هذوك الحشائش الضاره اللي تمنع انه لو بلان يكمل يديفلوبي لو بلو نورمالمون، تنحي له المواد الغذائيه ولا العناصر الغذائيه. حاجه واحده اخرى ثاني عندنا هنايا شاك فاريتي عندها كيفاش تخدم، لازم لها ان سيستيم الخيط كامل، دونك لا في هي اللي تعاون لو بلان هذاك تعاود تربطو، سي دي ترافو كيسفي شاك جور. بلدية سيدي موسى ولاية الجزائر مستثمرة مزرعة إخوة منصوري. ما هنا عندنا تشينا وعندنا الشوفلور بالعامية يقولوا له شوشينوا، عندنا ثنا الكروم. مساحة الأرض هنا 6 هكتارات. يعني احنا نشوف هنا كاين نوع واحد تاع تشينا ولا كاين عدة انواع يعني تاع البرتقال؟ كاين نوع واحد هنايا سي تومسون. عملية النهوض بالمنتوج الزراعي في ولاية الجزائر مهمة يعكف على إنجاحها استراتيجية الدولة من خلال فتح المجال وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي. ومن جهة أخرى لا يدخر المستثمرون في القطاع الفلاحي جهدا لإبراز مدى فعالية العمل في هذا المجال من خلال الأهمية التي يولونها للشتلة التي هي أساس كل العملية الإنتاجية الزراعية.
هذا ما يظهر جليا في هذه المشاتل المتطورة من حيث التقنية ومن حيث اليد العاملة المؤهلة التي تسهر على إنتاج شتلات الحمضيات ذات الجودة العالية. المشتلة تاعنا راي في المرتبة الأولى في إنتاج شتلات الحمضيات، بحيث أنها دعم تقريب القطر الوطني الجزائري سواء في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب. السعة تاعها حوالي 1,000,000 شجرة في السنة، بحيث أنها تليفري حوالي 500,000 بلون بارون، تحوي 18 صنف بالنسبة للحمضيات. نخدمو سور 3 بورتوغراف، وتحوي كذلك حوالي 110 إلى 120 خدام عامل وعاملة. تقلبات جوية وأمطار لم تمنعنا من زيارة أغلب المشاتل المنتشرة عبر تراب ولاية الجزائر، فما يثير الانتباه أن هذه المشاتل مع تشابهها فهي تتنوع في احتوائها على منتجات مختلفة، كما هو الحال مع هذه المشتلة التي فضل صاحبها أن يتجه إلى إنتاج شتلات الورود، الشيء الذي أصبح مطلوبا في السوق الجزائرية بكثرة. فهنا نجد أنواعاً متعددة من الزهور والورود التي تحتاج إلى عناية واهتمام خاص للظروف الطبيعية التي لا تسهل من المهمة. بدينا على كل حال بالاروس، سورتو تحت البلاستيك، ما كانش بزاف الورد تحت البلاستيك. درنا لويي جبنا مخصم لويي اللي هو لويي قرنفل. عندنا على كل حال عندنا لي كليون تاعنا لي فلوريست يجيو يديو اون فوا دو فوا بار سيمين، نوجدو لهم سلعه. هكذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج 24 ساعة، نلتقي بكم بإذن الله في الأعداد القادمة على القناة الإخبارية. كونوا معنا، سنكون معكم، إلى اللقاء.